اقر واعترف سريعا جدا مع مستر فيتور بريرا. تقر وتعترف بانك خضعت لضغوط بعض الانديه في تعيينات الحكام واخرها بتغيير تقييمي حكام لقاء الاهلي والاسماعيلي والزمالك والبنك الاهلي. حصل؟ على الإطلاق لم أتلقى أي ضغوط على الإطلاق، ليست هناك ضغوط علي، أنا لدي معاييري بوضوح. غيرت طاقم التحكيم في المباراة دي والمباراة دي ولا ما غيرتش؟ during this game. وأي مباراة تعني؟ الإسماعيلي وماتش الزمالك والبنك الأهلي. لدي الجدول المعد فقط، احيانا اذا اعتذر الحكم نفسه او ليست ربما ليس موجودا في مصر او مسافرا او مريضا او لديه عذر ما. تقر وتعترف بوجود اخطاء كارثيه من بعض الحكام اثرت بشكل مباشر على نتائج بعض المباريات؟ دائما تحدث، وهذه كرة القدم. أكبر خطأ ضايقك هذا الموسم؟ أكبر خطأ ضايقك هذا الموسم؟ لأنه نسب الأخطاء اللي غيرت نتيجة مباراة رغم وجود الفار تصل إلى 13%. دعني أتحدث عن القرارات الرائعة. إحنا نحب يعني إحنا عارفين الفانتاستيك، عايزين نعرف ال كابتن شوبير. صديقي العزيز، أنا لدي إيجابيات كثيرة. أحد دور أدوار الحكام هنا هو دعم الحكام، وعندما ندعم الحكام ندعمهم بقرارات رائعة وأمثلة جيدة. لكن بتقر وتعترف بوجود أخطاء كارثية. تقر وتعترف إنه في حالة من في حالة من عدم الرضا على وجودك كرئيس اللجنة من بعض الحكام سواء من القدامى أو الحاليين؟ نعم، لأنه ليست هناك العديد من المباريات والفرص لهم، ومن وجهة نظرهم ليست هناك المباريات الكافية. تقر وتعترف بأن الأجواء المحيطة بالحكام في مصر ما بتساعدش على تألق الكوادر المصرية دوليا، رغم أن أنت زي ما بتقول أن عندنا كتير من الكفاءات والمواهب؟ الأجواء الهادئة والسالمة المحيطة بالحكام هي الأفضل له. على الجانب الآخر، إذا كانت هناك صراعات وضغوط هذا ينعكس على الحكام، لذلك الحكام الشباب يحتاجون إلى الهدوء والسلامة من أجل التطور. الأجواء مناسبة ولا مش مناسبة؟ بتساعد ولا بتساعدش؟ الحكام يجب أن يكونوا جاهزين من الناحية الذهنية. أنت كرئيس للجنة، الأجواء مساعدك ولا مش مساعدك؟ أنا شخص عجوز و33 عاما حكما ومستوى وكأس عالم ويورو. الضغوط لا تؤثر علي ولا تحدث لي مشكلة، لأننا نعلم الطريق. أنا وزملائي دائما ومجلس الإدارة نحن على نفس المنهج ونفس النهج، وما نريد أن تطوير حكام أفضل لمستقبل. أنا وقتي خلص، ففي ثانية هترد عليا. حكام من حاملي الرايات عملوا اختبارات في الفار ونجحوا لكن ما شاركوش لحد دلوقتي، هيشاركوا امتى؟ حكام المساعدين خدوا الفار، خدوا الرخصة بتاعت الفار لكن ما بيحكموش فار، هيحكموا امتى؟ لدينا 37 very quickly. نعم فار أكثر من حكام الملعب. المشكلة كانت من قبل، من المستحيل. عندما وصلت كان هناك 48 رخصة، 84 للفار وهذا كان خطأ كبيرا. لذلك ليست لدينا أماكن كثيرة للعديد من الحكام، هؤلاء الحكام والرخص.